مشاهدي قناة شوف تيفي، رجعنا معكم في مباشر آخر من شارع الجيش الملكي أمام باب مراكش. حريق لشب في العديد من المحلات التجارية الخاصة ببيع العود والنجارة هنا بالقرب من فندق حياة ريجنسي. فالحمد لله أن عناصر الوقاية المدنية تمكنوا من إخماد الحريق، ولو أن الحريق يعني كان كبير في الأول، ولكن الخبرة والحين كدير رجال الوقاية المدنية فقدروا أنهم يتمكنوا من هاد. بقينا نبقى غير الدخان، الحمد لله الأمور بخير ولا خير متحكم فيها، لا خسائر في الأرواح ولكن هناك خسائر مادية كبيرة جدا. يعني الطريق مازال مقطوعة، مازال ممنوع مرور السيارات أو الدراجات النارية هنا بالقرب من باب مراكش، يعني شارع الجيش الملكي. الناس اللي كيتسائلوا على مكان هاد الحريق، هو مجاور لفندق حياة ريجنسي بالقرب من باب مراكش. هذا هو المكان اللي كنتواجدوا فيه هنا، السوق الأفارقة باب مراكش الجيش الملكي. المكان راه معروف، هنا كاين واحد السوق قليل اللي عارفوا من ساكنة مدينة الدار البيضاء بالأخص، الناس اللي كيعرفوا ما الناس ديال المدينة القديمة. العديد من المحلات التجارية، خسائر مادية كبيرة، الحمد لله لا خسائر في الأرواح. الحمد لله، يعني كما قلت في الليل السابق، يعني الحمد لله ما كاينش خسائر في الأرواح، يعني خصوص خسائر المادية اللي ربي إن شاء الله غادي يعوض هاد الناس. كما قلت يعني مشكور الوقاية المدنية اللي حلوا بوجه السرعة في عين المكان، وأيضا رجال الأمن اللي مشكورين من المنبر. كانت يعني هاد البلاصة كتعرف أن يعني محل جميع المغاربة، كان شارع الجماكي من أكبر الشوارع بالعاصمة، وأيضا كيتواجد قرب سوق الأفارقة، يعني المعروفة بمنطقة المدينة القديمة هاد السوق. يعني كنتمنوا على الناس أنهم يحذيو في هاد المسببات ديال الحريق، اللي كتبين أنها لولا أطاك إلهية كان يمكن أن يكون شيء. حتى الأسواق ما كيكونوش يعني عندهم واحد المعايير اللي كيحصرموها باش يتجنبوا الحريق. حنا كنعرفوا العود، العود وكتكون الكولا، هادو كاملين مواد قابله للاشتعال. هاد الحريق اللي خلى شخصيا ولي امن مدينه الدار البيضاء، ولي السيد عامل مدينه الدار البيضاء حضروا بشكل شخصي، لان كان الحريق كبير وكبير جدا. حيت كان الحريق يعني قبل ساعات من الان، كما كنقول يعني بالمقدار اللي كان فيه الحريق، يعني وكان شي مشكل كبر، كان ممكن انها يطراو يعني خسائر في الارواح، يعني هذا هو المشكل اللي كان. والحمد لله يعني ان الساكنه ان المجاوره امتثلت اوامر، يعني كانت بعيده شيئا مع موقع الحريق، من اجل حتى هما يحافظوا على السلامه ديالهم. وهذا الشيء اللي كاين اخويا، وكنتمنوا على الله انهم يعوضوا فعلا الزميل ديالنا. ولكن للاسف واحد الاشخاص كيهضروا معاهم بوليس، كيقول لي فلان رجع اللور الشريف، كيقول لي رجع اللور، ما كيسمعوش الهضره. علاش؟ ما كيسمعوش الهضره، كيبغيو يمشيو يقربوا العافيه، باغيين العافيه راه كتبان لك من بعيد الشريف، راه من بعيد غتوقف من الجاله وما عنده ما يدير اصلا هو، يعني الناس الناس انت دخلتي لداخل، فاش غادي تفيد هاد الناس؟ يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، غير العرقله. لا حول ولا قوه الا بالله. راه كاين واحد الحاجه اخرى، راه كاينين الناس كيتصيدوا هاد المصائب، كاينين الناس كيستغلوا الكوارث من اجل السرقه. السرقه ومن اجل يعني شفنا الناس يعني باركين كيصوروا في فيديوهات، مع انهم
ما كيعطيوش الحق القانون انهم يصوروا يعني اناس. وكما قلنا يعني كما قال الاخ فاكي رجل امن يقوموا بعمل كبير من اجل يعني منع الساكنه من الوصول الى المكان الحريق. كتعرفوا ان الحريق دائما ما كتقدر يكون انفجار, تقدر تكون شحال من حاجه سيطر عليه. فعلا فانا قبيله شفت واحد تخيل معايا البوليس كيرجعوا بنادم واحد نقص داك الباص ونقص وطلع الفوق. علاش نقص الباص وطلع الفوق؟ غيصور العافيه. شنو زعما غادي يفيد؟ المهم كيف قلنا من قبل بان الوقائع المدنيه تمكنوا من اخماد الحريق, كان تواجد كبير ديال القوات المساعده ديال رجال الامن ولامن مدينه الدار البيضاء والسيد عامل مدينه الدار البيضاء, الكل كان متواجد شخصيا لان كان حريق في الاول, حريق كبير جدا, ولكن كيف قلنا بان تم توفير كل المستلزمات من اجل اخماد الحريق في اقرب وقت ممكن. يعني بقى الدخان اللي كان راه ما بقاش, الامور الحمد لله بخير ولا خير. تبارك الله عليكم ونراكم مبروك.